السلام عليكم إخواني المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير والأمور تكون هي هذه. اليوم غادي نكون وصلنا الحلقة 26 من هذه السلسلة الرمضانية بدون عنوان، اللي غادي نهضر فيها على واحد المشكل اللي يقدر يطيح فيه أي مواطن غادي لشي إدارة يقضي فيها مصلحته. تقدر تكون غادي ما عليك ما بيك، غادي تجيب غير وريقة حتى كتصدق في مشكل كبير ولا في الحبس الله يستر. وقبل ما ندخل في هذا الموضوع غادي نعاود لكم على واحد الموظف كان تواصل معايا مؤخرا، قال لي اخويا طالب بغيت غير نعرف انا كمواطن مغربي خدام في واحد المصلحه ولا في واحد الاداره، ما عارفش راسي مع من خدام ولا شكون اللي مخدمني ولا مصلحه من انا كنخدم ولا شنو هي كاع خدمتي. قال لي واش انا خدام مع الشعب اللي كنتخلص من الضرائب ديالو ومن المفروض هو اول واحد خصني نقضي له مصلحته، ولا خدام مع اصحاب الشكاره ولا خدام مع اصحاب القرارات اللي نازلين عليا من الفوق. قال لي هاد الدوله ما بقيت فاهم فيها والو، الصغير يتحكم فيك الكبير يتحكم فيك. قال لي بكثره الضغوطات والاوامر والاستعباد والتحكم اللي كيتحكموا فينا في الخدمه بقات كتبان ليا الوظيفه مع المخزن في المغرب هي العبوديه ديال القرن 21. وفعلا مع قله فرص العمل في المغرب كاين شي ناس الا كنتي خدام معاهم في المخزن ولا في بلاصة واحدة اخرى، الا كان بنادم قراد عليك ولا شاف عليك كيجيب له الله بحال اللي انت عبد عنده. مكرهش كل صباح من اللي يجي للخدمة تبقى تطيح له على يديه ورجليه، كيبغي يستعبدك كيستغل الوضعية والظروف اللي انت فيها. واخا انت كتكون شايف الويل وغير صابر في ديك الخدمة كيزيد هو يضغط عليك ويدير حتى هو حقه. وقال لي حتى المواطن حتى هو ما كيساعدكش باش تخدم في واحد الظروف مزيانة، والمواطن كتشرح ليه وكتقول له اخويا ها فين كاين المشكل كيقول لك انا مالي، هو خصو غير يفك راسو يمشي بحاله، يبقى يغوت عليك ويهز عليك في يده. وإلا مشيتي شرحتي ليه ووريتيه شكون اللي معرقل له ديك الورقه، شكون الشخص اللي ما خلاش ياخذ ديك الورقه، كيدخل عند هذاك الشخص ولا عند الشاف ديالك كيقول له اشنو قال لي واشنو قال لي واشنو قال لي، يحرقك معاه يدير قنطره باش يقضي هو مصلحته. قال لي ما كيفكر فيك، ما كيفكر هذاك الشاف اللي مشى قال له ديك الهضره اللي انا قلت له، كيفاش غادي يبقى يتعامل معايا من مور ما سمع ديك الهضره اللي قلت له. انا اللي بغيت نعرف واش الانسان النزيه في هاد البلاد ما يعيش معاكم في هاد البلاد؟ الانسان اللي كيكون نزيه ويدو نظيفه ما كيشد حتى 4 دريال، يعني علاش المغربي على قبل مصلحته ولا على قبل حاجته يبيعك في الدوره ما يعقلش عليك؟ انا نعاود لكم على واحد الحاجه وقعت ليا مره وجوج وثلاثه وديما كتوقع ليا، كتكون خارج للزنقه ما عليك ما بيك، خارج الدور ولا خارج التسخر، حتى كيجي عندك واحد بنادم وكيقول لك خويا انا راه بغيتك في واحد الموضوع، كيبقى يشكي عليك ويقول لك اخويا انا مشيت عند البوليس حقروني، ولا يقول لك اخويا مشيت عند القايد وما عطانيش حقي، ولا كيقول لك مشيت عند الباشا وما استقبلنيش، ولا يقول لك شي حاجه وقعت له، ولا يقول لك بغيت نبني واحد الدويره الفوق وما عنديش الرخصه وجا المقدم قال لي واحد الثمن باهظ، وكتقول له اخويا انا شنو المطلوب مني في هذا الموضوع باش نقدر نفيدك زعماكين، كيقول لك بغيتك دير ليا فيديو ونشوهوهم، كتقول له خويا اسمح ليا انا ما كندويش على بحال هذه المواضيع، انا كندوي على شي حاجه اللي كتضر المغاربه كاملين، انا من عادتي ما كنناقش اشخاص، انا كنناقش نظام على قدو. وكتحاول تفهمو الا جينا نهضروا على كل واحد بوحديتو ما غاديش نساليو، حنا خصنا نقطعوا المشكل من الجذر. ومع ذلك كتحاول توجهه كتقول له الا ضرك شي واحد راه كاينه جهات مختصه تمشي ترفع عليهم شكايه، الا كان بالصح كان هذاك السيد ظالمك، الا كان ظالمك عون السلطه كاين القايد تمشي تحط عنده شكايه، كان ظالمك القايد كتمشي كتحط شكايه لعند الباشا، الا كان ظالمك الباشا غادي تمشي تحط شكايه عند العامل، والا كان ظالمك بوليسي كاين الكوميسير كاين البريفي، يعني الجهه اللي مختصه اللي خصك تشكي ليها. وكيمشي يرجع عند هذاك الشخص اللي عنده معاه خلاف وكيقول ليه راه تلاقيش مع طالب وقال ليا الا عندك مشكل مع فلان سير حط به شكايه، وانا على وجهك ما بغيتش نمشي ندير شكايه، كيدخلك انت طرف في النزاع غير بالضحك وباللعب. انا ما سوقيش واخا يكون عندك الخلاف مع من ما كان، الا عندك مشكل مع من ما كان ما سوقيش انا بعض المرات تقدر تقول لي شي سميه انا ما تنعرفهاش وغتجي غتقول لي هذيك السميه، غنقول لك خويا سير دير شكايه ديالك، حيت كاينه واحد الحاجه سميتها شكايه خصو بنادم يمشي يقدم شكايه. غتقول لي ما كتفاعلش انا ما سوقيش، تفعل ولا تجلس، الا ظلمك شي واحد سير حط به شكايه، راه بنادم في هاد البلاد ملي كتعطى ريحته وكلشي كيولي يهضر عليه ويدوي عليه
راه كينزلوا عليه. الا حسيتي بصح راسك مظلوم، راه حل واحد عندك هي تحط شكايه، حيت حنا دوله مؤسسات كتعامل بوثائق. حط شكايه ديالك وبنادم كيجي كيعاود لك مشكل، شوف ما كيذكر لك لا اسم الشخص اللي عنده معاه مشكل وكيقول غير داك الشيء اللي بغى. ديما بنادم حيت كل شاكي بوحديتو في المغرب مظلوم، وفي الاخر من اللي كيتصالح معاه وكترونج القضيه هو وياه كيمشي كيقول له راه طالب قال لي سير دير به شكايه وانا ما بغيتش نديرها. كيصدق انت حاطك في العيب مع بنادم واحد اخر انت ما كتعرفوش، انت عمرك ما سمعتي عليه. كيصدق داك السيد كيقلب على نمرتي وكيعيط ليا ويبقى يقول لي اخويا واش من عيب انا درت فيك، كتمشي عند بنادم كتقول له سيروا ديروا به شكايه شوف في كنوليو. كيصدق بنادم هاز في قلبه وكيحقد عليك وكيقول لك انت راه كتحرض عليا بنادم، دابا بيني وبينكم انا شنو ندير ملي يجي عندي واحد ويقول لي ظلموني الجوندار ولا ظلموني البوليس ولا مشيت للطبيب وما داوونيش ولا أستاذ شاد لي العكس مع ولدي، شنو غادي نقول له في نظركم؟ إلا ما قلتلوش سير دير شكاية، غادي نقول له هز زرواطة وسير خلي ضاربوه باش تبقى أنت على خاطرك؟ راه كنقول له سير دير شكاية، راه حاجة اللي كنقدر عليها هي هادي، حيت عارف المواطن المغربي باقي ما عندوش واحد الثقافة ديال يمشي يدير شكاية بنادم، كيخاف إلا مشي يدير شكاية واقيلا يجروه للقضاء ولا شي حاجة، أنت كتمشي كتحط الشكاية ديالك بأنني هاد السيدة شنو دار لي شنو دار لي شنو دار لي، ماشي شي حاجة. راه عاديه. ولا بنادم ما كيبغيش يدير شكايه حيت عارف الشكايه غتقدم بسميتو وغيحقد عليه داك السيد اللي غيعرف سميتو كاينه في ديك الورقه، كيبغي يدخلك انت للعافيه هو يبقى بحالو بعيد عليها، كيجي كيقول لك هضر انت على فلان، انت كتكون بعيد كل البعد حتى بنادم كيدخلك طرف في المشكل، انت خارج غير الدور والتساره كيجي بنادم يوقف عليك دقيقه واحده حتى كيصدق شاري لك مشكل. وملي تشوفوني ما كنبغيش ندخل راسي في الصراعات الفرديه ما بين جوج ديال الناس، راه عارف راسي علاش ما كنبغيش ندخل راسي، راه انا اللي عارف علاش، حيت انا عارف الشعب اللي حنا عايشين معاه كيفاش داير. انا ما كنعممش، ولكن راه معظم الناس اللي تلاقيناهم في حياتنا باعونا بالرخاء، جابونا حتى للدوره وقلبونا. بنادم كيجي يدق عليك في الدار كله دمايات كيقول لك يلا معايا للكوميساريه، مثلا ملي غنمشي معاك انا للكوميساريه هذاك اللي ضربك ما غيحقدش عليا زعما كاين، وبصيفتي شنو انا غادي نمشي معاك للكوميساريه؟ واش انا محامي؟ واش انا رئيس جمعيه حقوق الانسان؟ واش انا كنتي كدابز على ود الشعب وما جيتش وقفت معاك؟ نتوما كدابزوا بجوج وكتساليوا كديروا لبعضياتكم تنازل وانا كنبقى في العيب، هادشي علاش ما كنبغيش نمشي معاك؟ بحال هكا خصكم تفهموها. بغيت غير نسولكم الاخوان، دابا الناس اللي كتفرج فيا اكثر من 4 ديال السنوات دابا، واش انا عمري صورت شي فيديو داخل شي اداره وجبتو ليكم وقلت ليكم راه دخلت لواحد الاداره وصورت واحد خونا وجبت ليكم ها نتوما شوفوا شنو كيدير؟ واش عمري في حياتي دويت لكم على بحال هاد المواضيع؟ ولكن علاش ملي كنمشي لشي اداره باش نقضي مصلحتي كيبقى بنادم يطلع ويهبط فيا وغمنكري مني وحاضي مني؟ واش انا ماشي مواطن مغربي؟ الا كنت انا ماشي مواطن مغربي قولوها لي. كتمشي لشي اداره كينوض شي واحد مريق شبعان اللي دام كيقول لك اخويا وعندك تصورني، انت علاش غنصورك؟ واش حنا مولفين كنصوروا بنادم؟ بنادم كيبقى يدخل لك هاد الهضره غير بالضحك، حتى داخل الاداره عادي هو كيجي عندك جيتي ومرحبا بك وعندك تصور شي حاجه، راه ملي كتقولوا لي بحال هاد الهضره كيكون بنادم كبير قدام عينيا كيبقى يبان لي صغير، كتبين لي بانك انت في كرشك العجينه وكتبين لي فيك الضغل. حنا راه عارفين البلاد كيفاش داير وعارفين التوجه ديال البلاد فين غادي وعارفين كل واحد كيفاش داير، والمغاربه الحمد لله كل شيء عار ما عندكم ما تخبي وما محتاجينش انا نصور لهم ولا يصور لهم شي واحد، وكل شيء ولا عارف الناس اللي حنا عايشين معاهم والشعب اللي حنا عايشين معاه كيفاش داير. كيقول لك غادي تصورني، واش اللي ما كيخافش من اللي خلقه وكيخاف من واحد لا يصوره؟ هذا غتلقى فيه الربح. دابا غادي نعاود لكم على واحد المشكل وقع لي هاد الايامات هو اللي خلاني ندير هاد الفيديو. ديما كنسمعوا في المغرب شي واحد مشى لشي اداره وهان شي موظف فيها ومشى للحبس، ديما كنسمعوا هاد الهضره، ولكن عمرنا ما سمعنا شي مواطن تهان في شي اداره ومشى هذاك اللي هانوا للحبس، قليل فاش كنسمعوا هاد الهضره. خصو حتى يتصور ويبان عادي تعاقب هذاك اللي هانوا، ولكن شنو غادي نديروا؟ بلادهم هادي حنا غير مونسينهم،
احنا غير منشطين معاهم البطوله. ما علينا، مؤخرا مشيت لواحد الاداره باش نقضي واحد الشغل بحالي بحال كاع المواطنين. جا واحد الاخ عندي لابس جيلي ديال الغارديان، ما عرفتش واش حارس ديال السيارات ولا سيكيريتي ديال ديك المصلحه. ملي سولت عليه من بعد ما وقع لي معاه المشكل، قالوا لي هو كان حارس ديال السيارات في الاول وترقى ولا سيكيريتي، ولكن مشكلته ما سخاش بالدراهم. مره كيضرب هذاك الجيلي ملي كتكون القضيه مخفه شويه وكيمشي يوقف على الطوموبيلات. ما علينا، ماشي مشكل بنادم يدبر على راسه، ماشي مشكل، حنا عارفين الوقت كيفاش دايره، حنا ما عندناش مشكل. واخا السيد خدام على الواجهتين ماشي مشكل، حنا ماشي سوقنا، ديروا راسنا حنا ما شفنا والو. كنت غادي هو يقول لي اجي، فين غادي؟ راه باقي ما جا حتى شي واحد للاداره. قال لي دابا راه رمضان وكيجي كلشي معطل. قلت له راه دابا العشرة، ما كاينش شي حاجه في القانون كتقول راه رمضان ولا ماشي رمضان، يعني العشرة المصلحه خصها تكون فاتحه وكلشي خدام وكاع الموظفين يكونوا فيها. وهذا الشيء اللي كنقول راه من حقي كمواطن مغربي. قلت له ماشي مشكل، نجي وحدة الباب ونتسناهم حتى يجيو. قال لي لا بغيتي تسناهم ما توقفش ليا هنا، سير وقف بحالك لهيه. ماشي مشكل سيدي، نمشيو بحالنا لهيه ونوقفوا. معليش مادام حنا عايشين معاكم في هذه البلاد غادي نسكتوا ونسرطوها. مشيت بحالي بعيد وجلست وبديت كنهضر في التليفون ونسيت داك خونا ونسيت كاع داك المشكل اللي طرا معاه. حيت الا سولتوا عليا الناس اللي كيعرفوني ولا اللي قراب مني غادي يقول لك طالب. واخا تشوفوه في الفيديوهات كيهضر وكيغوت وداكشي، ولكن في حياته العاديه راه ما ممزك حتى شي حاجه، طالق هاد السراح ديما مبرد دمي. رخاها الله، ما عندي علاش نعصب راسي. واللي معروف عليا اكثر كنسمح في حقي بزاف. اول حاجه انا بعدت على ديك المصلحه وبعدت وبقيت كندوي في التليفون. واش عنده حق يجي حيد لي التليفون من ودنيه؟ ومن اللي حيد لي التليفون وقلبوا مزيان هو ودوك الموظفين اللي معاه في الاداره وما لقاو فيه حتى شي حاجه، علاش كتطلب مني كتقول لي هاك تليفونك؟ شنو غادي ندير به؟ ياك ديتيه وقلبتيه صافي غير خليه عندك. واش عنده حق هو ولا شي جهه تقلب لي تليفوني؟ ولكن انا كيف ما قلت لكم معليش ما كنبغيش نكون سبب في القطيع ديال الرزق ديال شي واحد. هاني داك السيد سمحنا له خدينا داك التليفون وعارف راسنا ما دايرين والو وماشي مشكل. فوجئ شي ناس طلبونا قلنا معليش، ولكن ملي بحثت في هذاك الموضوع وجلست مع هذاك السيد اللي حيد لي التليفون من ودني قال لي واحد الحاجه ضحكاتني. قال لي خويا غير سمح لي انا بصح غلطت في حقك، ولكن ماشي لخاطري، راه واحد خونا كان هنا كيتسنى بحالك حتى هو، راه هو اللي قال لي سير شوف داك خونا راه جالس كيصوركم وغادي يلوحك في الفيسبوك. هذا راه مواطن فحالي فحالو، الا لاحظتوا واحد الحاجه تنوض تبغي تهضر على حقك في شي اداره وتقول لهم راه نتوما عيقتوا علينا، عرفتي شكون اول وحدين غادي يسكتوك؟ هما هذوك الناس اللي بحالك حتى هما مضرورين. شفتوا على الشعب اللي ولينا حنا عايشين معاه كيفاش داير؟ شفتوا على بلاد كيفاش دايره؟ واش هاد الشعب هو اللي على قبله كيموتوا الاحرار وسط السجون عرق بعرق؟ واش هاد الشعب زعما هو اللي على قبله الصحفيين وسط السجون ما كيدوقوا لا ما لا نعمه؟ ولكن سمحوا لي نهار على نهار كنزيد نتاكد وكتزيدوا تاكدوا لي باللي هاد الشعب اي حاجه كتوقع ليه يستاهلها. ورساله لاي واحد موظف شي بلاصه، الا دخل عندك هاد العبد الضعيف راه ما كيصور حتى شي واحد، هاد العبد الضعيف كيدير حاجه وحده، كيجي لبيتو وكيشعل كاميرا وكيبدا يتصور على بنادم. انا كاع ما كنصور بنادم. اما دابا غادي نكون وصلت لنهايه الحلقه 26 من هذه السلسله الرمضانيه بدون عنوان. تهلا انا مشيت عمي كان وباقي معاك داك خونا اللي كتعرفه بلا ما يحتاج يسمي.